أهلا بكم. بعث الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة طلب فيها بتغيير المبعوث الأممي مارتن جريفيث لانحيازه لطرف الميليشيا وتجاوزه القرارات الدولية واتفاق السويد. قال هادي إنه يمكن أن يمنح جريفيث فرصة أخيرة شريطة أن تضمن الأمم المتحدة عدم تكرار الاختلالات السابقة. وردا على رسالة الرئيس هادي، قال ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام جدد ثقته بمارتن جريفيث وأكد أنه سيكون أكثر توازناً في جهوده المقبلة. جدل إذن حول أداء المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن. فهل تكمن الأزمة في أداء المبعوث أم في أجندات المنظمة الدولية أم أين بالضبط؟ وما الذي سيفعله أي مبعوث آخر في حال حدث التغيير وغادر جريفيث؟ تصاعد الموقف من أداء المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الملف اليمني، ومعها تزايدت المطالبات الرسمية وغير الرسمية بتغييره أو ضبط أدائه على الأقل. احتدم صراع المذكرات حول مصير مارتن جريفيث. الرئيس هادي بعث مذكرة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة، كشف له فيها تفاصيل الخروقات والمخالفات التي ارتكبها مبعوثه الخاص منذ توليه المهمة، وطلبه بضمانات أممية لعدم تكرار هذه الخروقات كفرصة أخيرة في حال أراد المجتمع الدولي استمرار غريفيث في مهمته. الأمم المتحدة جاء ردها سريعا مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أن الأمين العام جدد ثقته بمارتن غريفيث وأنه سيتصرف بشكل متوازن، ما اعتبره البعض رفضا لطلب الرئيس هادي أو تجاهلا له. قبل مذكرة هادي كان مجلس النواب قد وجه الحكومة اليمنية بإيقاف التعاطي مع جريفيث حتى يتوقف عن مخالفة القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216 واتفاق السويد كما جاء في المذكرة. وكانت الشرعية قد اتهمت المبعوث الأممي بتجاوز القرارات الدولية واتفاق السويد، لسيما بعد احتفائه أمام مجلس الأمن بخطوة الانسحاب الأحادي التي نفذها الحوثيون في الحديدة والمخالفة للاتفاق كما تقول الحكومة. مراقبون يرون أن مهمة جريفيث كمبعوث أممي لم تختلف عن مهام سابقيه، والتي تصب كلها في سياق تجاوز وجود جماعة مسلحة استولت على البلاد بالعنف والسعي لتعزيز سلطة الميليشيات، وهي اتهامات كان قد ألمح إليها ناطق الحكومة حينما صرح أن المبعوث الأممي يعمل وفق أجندات دول كبرى وليس وفق ما تقتضيه مسؤوليته المهنية. يبدو مسار الحل السياسي مسدوداً في اليمن لاستمرار بقاء شروط الحرب، ولأن المسار السياسي الذي يفترض أنه سيأتي بالحل يبدو ملغماً بالكثير من العراقيل، فيما يبدو المبعوث الأممي منشغلاً بالبحث عن إنجاز شخصي والحكومة بإلقاء أعباء فشلها على أي أحد. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن دكتور، رسالة من الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدعو فيها يعني ينتقد فيها جريفيث، يدعو فيها إلى تأكيد التزاماته على القرارات الدولية والمرجعيات. في المقابل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يجدد ثقته في المبعوث ويعني يلتزم بتوازن أكبر في يعني تناول الأحداث القادمة. كيف ترى المشهد؟ لا ينبغي أن نقرأ المشهد من خلال الرسالة الحالية، علينا أن نقرأ كيف وصلنا إلى كتابة هذه الرسالة، كيف وصلنا إلى هذا الموقف. يعني الحكومة طبعا منذ قبولها يعني مسار التسوية وهي تنازلت عن المرجعيات، كانت تقبل بمشاورات بعيدة عن المرجعيات الثلاث، كانت المرجعيات الثلاث عبارة عن أكليشة، يعني في كل مقدمة قرار الاتفاق على يعني أنه استنادا إلى ثلاث المرجعيات وإلى آخره، ولكن ما يتم التشاور عليه يعني هو خارج هذه المرجعيات. اثنين، ينبغي أن نقرأ أن اليمن مرت بثلاث مراحل، بن عمر واسماعيل ولد الشيخ وجريفيتس، يعني هي مراحل متكاملة وليس متقطعة، كل واحد أدى مهامه. في جريفيتس جاء يعني عندما استلمت بريطانيا الملف، يعني تلاحظ أنه هي المقرر في مجلس الأمن وهو الملف
سلم بريطانيا، وهناك تنسيق أمريكي بريطاني، وهناك تنسيق أيضا مع دول التحالف تحديدا الإمارات العربية المتحدة. إذن رئيس الجمهورية كان بالأحرى به يعني أن يحدث أن يكون يعني حريص منذ البداية. يعني أنت من قبلت بهذا التعامل من قبل الأمم المتحدة، أنتم من قطعتم مع المرجعية الرجل. قلنا لكم في البداية أن أستوكهولم هي عندما قبلوا أستوكهولم وقبلوا حل جزئي، لأن الحوثيين يعني الآن الحديث كل الحديث عن أستوكهولم ونسينا أنه في انقلاب، متناسين أنه هنالك أزمات إنسانية، متناسين المرجعية الثلاثة. الحديث هنا عن أستوكهولم يعني عن ميناء الحديدة، وكأن مشكلتنا مع الحوثيين ميناء الحديدة. يعني هو للتوضيح كانت هناك نقاط مؤجلة إلى مشاورات أخرى منذ البداية، من هالإطار السياسي، مسألة الإطار السياسي. منذ البداية لم نتوقع أي خطوة تقدم، وإذا كانت السلطة الشرعية توقعت عند توقيع هذا الاتفاق بأنها سترجم، فهذا يعبر عن أن القيادة السياسية والنخب الحاكمة غير قادرة على فهم المعطيات وعلى وضع استراتيجيات وعلى فهم المحيط الإقليمي والدولي. الاتفاق أستوكهولم تحدثنا من هذه القناة أكثر من مرة، وقلنا أن اتفاق أستوكهولم له مخاطر. المخاطر هذه أنه أعد للجمهورية العربية اليمنية، بمعنى أنه ينتهي عن مدينة تعز وأنه إعادة انتشار. والرئيس الجمهوري تحدث هنا أن غريفيتش تعامل مع الحوثيين كسلطة أمر واقع، وأنا أقول له أن في القريب العاجل سيتم التعامل مع المجلس الانتقابي الجنوبي كسلطة أمر واقع جديدة، لأن هناك بطء في استيعاب المتغيرات الإقليمية والدولية لدى رئيس الجمهورية، وهناك خلل بنيوي. حتى هذه الرسالة هي رسالة يعني احتمال تكون إحدى دول التحالف، لأن الرئيس نحن نعرف أن السلطة تابعة للدول التحالف، وبالتالي قراراتها غالبا ما تتم تعديلها أو الرفض هم القبول. دول التحالف منها الإمارات العربية المتحدة موافقة على ما يقوم به الممثل الأمين العام المتحدة، لأنها تريد فصل الشمال على الجنوب، تريد خلق الإمارات، تريد الاعتراف أيضا بسلطة شرعية أخرى في المناطق الجنوبية في إطار كونفدرالي أو فك ارتباط. في الأخير هنالك خلل بنيوي للسلطة الشرعية، هذا الخلل البنيوي يقوم أنها لم تقوم يعني بالانخراط في مسار تسوية صارم ودقيق ومدرك للسياسات الدولية الأمريكية والبريطانية، مدرك لتكتيكات الحوثيين في التعامل. الآن نحن نتحدث عن مشاريع مجزأة، يعني المبعوث الأممي وجد سلطة شرعية ضعيفة، وجد سلطة شرعية تقبل الذهاب للتسوية لإثبات حسن النية ليس أكثر، من الطبيعي جدا أنه يخرج عن المرجعيات. ثانيا المبعوث الأمم المتحدة في الأخير يعني الأمين العام ومبعوث الأمم موظفين، والقرار في الأمم المتحدة قرار الدول المهيمنة على الفيتو والمهيمنة على مجلس الأمن. بريطانيا تريد هذا التوجه، تريد يعني لا يمكن التخلي بسهولة من قبل بريطانيا لمبعوثها، لأنه يعني لابد أن يترجم الرؤية البريطانية في الجغرافية اليمنية، مش بيد غريفيث. في الأخير موظف يستلم مرتبات. نحن نشاهد الأخطاء منذ الكويت عندما تم الاعتراف بالحوثيين ندا لند، قبلوا التسوية من البداية، هناك انقلاب، وهم يعلموا أن في العالم كله الانقلاب على حكومة منتخبة لا يمكن تقبل بحوار معه، لا يمكن، بفضل أنه توقف مع المجتمع الدولي كما في العالم كله، يعني المجتمع يقف لإنهاء الانقلاب وليس الذهاب لمفاوضات، هذا معروف. هذه كانت القرارات الدولية المتعلقة. طيب في هذا السياق يعني أريد أن أفهم وجهة نظرك بداية حول رسالة الرئيس. هذه رسالة طويلة يعني فيها عرض أيضا لنقاط خلال فترة غريفيث ربما، وبالتحديد منذ اتفاق السويد نقاط معينة. كيف وجدت هذه الرسالة؟ هل ما وجد فيها من نقاط كان منطقيا؟ لا، هذه الأخطاء الناس، أبسط مواطن يمني يدرك هذه الأخطاء، هو فقط ترجمها وساغها
وسلم. نحن نشاهد هذه الأخطاء بشكل واضح، يعني تسليم ميناء حدا من طرف واحد، الحديث عن سلطة واقعية، عدم في 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 الإحاطة الأخيرة لم يحمل الحوثيين، تم إطلاق النار على المراقب الحديدة ولم يتم اتخاذ أي إجراء، يعني هنالك الأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن ومطاحن البحر الأحمر وإلى آخره. هو البريطانيا والمبعوث الأممي والأمين العام يدركون أن إحداث أزمة إنسانية مدخل من مدخلات إدارة الصراع، بمعنى أنه عمل قصدي لإيجاد أزمة إنسانية، عدم دفع المرتبات الموظفين عمل قصدي، وهذا يخدم جميع الأطراف لإيقاف المعارك. بالتالي رئيس الجمهورية الآن هل يستطيع أن يتخذ موقفا حاسما ويرفض التعامل مع المبعوث الأمم المتحدة، أم ستمارس الأمم المتحدة أم ستمارس عليه السعودية والإمارات ضغطا ليعدل ذلك؟ نحن الآن أمام خلل بنيوي. أعتقد أن الخلل البنيوي لو سمحت أكمل، الخلل البنيوي يبدأ من التالي، ليس من هذه الرسالة، ليس من هذه، هذه الرسالة لن تعيد للسلطة الشرعية يعني أي مكتسبات. عليه أن ينهي علاقة الإمارات العربية المتحدة في اليمن لأنها تلعب بهذا المشروع، ولأنه سلطة في المهجر، سلطة لها 4 سنوات خارج الجغرافية. بالتالي الإصلاحات هذه لن تؤدي إلى أي مكسب. علينا أولا إنهاء يعني التعاون، يعني نتحدث الآن بلغة ليست احتلال، نتحدث بلغة أمم متحدة، يعني أنه دعوة الإمارات التي جاءت عن طريق السعودية يتم إنهاء هذا الدعوة، إعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي إصدار قرار يلزم يتبع هذا، إصدار قرار باعتبار ميليشية النخبة والأحزمة هي أنها ميليشيات غير معترف بها، عليه أن يكون قويا. طبعا الإمارات هنا ستلعب دور إلى إيجاد انقلاب في المناطق الجنوبية، إذن الرجل غير موجود في الجغرافية هو طاقمه، بالتالي الرجل يتعامل مع سلطة واقعية. والآن ترك الجنوب، ترك المناطق الجنوبية وترك تعز دون تدخل ودون، وكأنها في تحت سلطته. سيكتشف مرة أن هناك تنسيق إماراتي وهناك توجه غربي بأن توجد سلطة واقعية أخرى في المناطق الجنوبية، يعني سيجد نفسه. عليك أن لا تتحدث عن حلول جزئية كالأمم المتحدة. أنتم الآن، أنا أشعر وكأن مشكلتنا فقط الحديدة ونسينا كل شيء. هذا التعاطي، يعني هذا التعاطي مع هذا الملف أو مع المسألة اليمنية بهذا الشكل، هل تراها أيضا من قبل الحكومة الشرعية؟ يعني هل ترى أن الحكومة الشرعية ترى الملف اليمني الآن فقط في الحديدة؟ أعتقد هم الآن من الضعف، لأنهم يعني من الضعف قرارهم بيد دول التحالف. دول التحالف هي تقرر، الرباعية تقرر يعني قبول جريفيتس من غير قبوله. هذه رسالة امتصاص، إذا ما ضغطت الرباعية سيخضع. لذلك عليه أن يستمر وعدم التعاون مع جريفيتس، لكن هذا لا يحدث تأثير. عليه أن يحدث التأثير الحقيقي، إصدار، عليه أن يعدل مسار العربة، تعديل مسار العربة، إعادة العلاقة من المملكة العربية السعودية، إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن. هذا سيخدم تقديم السلطة الشرعية للأمريكا وبريطانيا بأنها هي التي ستقوم بإملاء الفراغات الأمنية، وهي التي ستكون متعاونة في إطار مكافحة التنظيمة الإرهابية وحماية الملاحة الدولية. غير ذلك أعتقد أن يعني الرسالة واضحة، يعني أنتم كيف سكتتم وصمتتم لدهر، يعني وأنتم تشاهدون الرجل من يعني يطلقون النار على المبعوث، يعني يعقد يصرف ملايين ويرفضون تحركه في الجغرافية، يعني في الجغرافية مسيطر عليها. نقضوا اللقاء، ليش تقبل نقل اللقاء لعدن؟ تعامل أنت سلطة شرعية، كيف تقبل حتى الباخرة في إطار في جغرافية اللي سيطر على الحوثيين؟ هذه التنازلات بهذه كيف تقبل ستوكهولم؟ هذه كارثة. كيف تقبل ستوكهولم وتنتهي عن تعز؟ لماذا تحدثون عن ميناء عدن، ميناء، وتحرقون حتى الإمارات في 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 الموضوع؟ سنعود إلى دور يعني أو مسؤولية الحكومة الشرعية فيما يتعلق بهذا السياق، لكن دعنا في هذه النقطة أو قبل ذلك نرحب بمن ينضم إلينا الآن، الصحفي السيد همدان العلي من الرياض. أهلا بك أستاذ همدان.
أهلا وسهلا، حياكم الله أنت وضيوفك ومستمعين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا بك. إذن سيد همدان، أنت وكثير من الإعلاميين كانت هناك يعني نشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي أو فعاليات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتغيير المبعوث الأممي. لماذا ترون أنه يجب بالفعل تغيير مارتن جريفيث؟ نعم أخي عزيز، المآخذ كثيرة على المبعوث الأممي، المبعوث الأممي والدور البريطاني في الملف اليمني منذ بداية تسلم هذا المبعوث للملف اليمني، وهناك تجاوزات كثيرة ربما سردتها بكل وضوح أو جزء منها رسالة رئيس الجمهورية المقدمة للأمين العام. هذا الأمر جعل اليمنيين بمختلف مكونات سواء كانت سلطة أو مجتمع يمني، منظمات مجتمع مدني، صحفيين، يدركون تماما بأن هناك جهود لطرد حلول من وجهة نظر بعض الدول الأوروبية، وهذه الحلول في النهاية ستقود البلاد للتسليم الكامل لجماعة الحوثية المسلحة، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك تحرك في ظل وجود تبلد، حالة تبلد بصح التعبير لدى الحكومة فيما يخص هذه الممارسات الأممية، كان لابد من جهود مجتمعية يعني قرع. طيب ما هي أبرز هذه الممارسات سيد همدان؟ خاطر الاستمرار في السير بهذا الخط أو في هذا الطريق دون عمل مراجعات حقيقية سيد همدان للحلول اللي تحاول أن تفرضها الأمم المتحدة، لأنها لا تنطبق أو لا تناسب الواقع اليمني، ولن تسمح بأي شكل من الأشكال سلاما مستداما. هذا هو الأصل الذي دفع الناس للدخول في هذه المواجهة، وهي مواجهة مستمرة، لأن اليمن هي ليست ملكا للحكومة الشرعية ولا سين ولا صاد ولا الحزب الفلاني ولا العلاني، هي ملك اليمنيين، ونحن اليمنيون توافون للعودة إلى بلادنا. وهذه الحلول التي تحاول الأمم المتحدة أن تفرضها علينا بهذه الطريقة لن تعيد لنا اليمن، ولن تحقق السلام، ولن تجعلنا أو تساعدنا أو تمنحنا حق العودة إلى بلادنا. طيب سامر، يعني أنت تحدثت عن نقاط أو يعني أشياء معينة تم رصدها للمبعوث الأممي فيما يتعلق ب يمكن فهمها أنها انحياز عن مهمته الأساسية. ما الذي فعله المبعوث خارج إطار مهام تحقيق السلام بداخل اليمن يعني بدوره كوسيط؟ هو تحول من وسيط إلى شاهد زور، وإلى يعني أداة لفرض حلول، بداية من اتفاق ستوكهولم الذي كان الجميع يرفضه لولا أنه استأسد أو استعان بدولته بريطانيا التي تدخلت تدخلا مباشرا، فذهبت إلى في نفس أيام اتفاق ستوكهولم وفي نفس أيام معركة أو قبلها في معركة الحديدة، وذهب إلى إيران ومن ذهب إلى الرياض ومن قابل رئيس الجمهورية وذهب إلى الإمارات. كان هذا التحرك الواسع واللافت هدفه إيقاف تحرير الحديدة، ومن ثم فرض حلول أو فرض اتفاق ستوكهولم، والذي يعني تسبب يعني او يقود المباحثات او المفاوضات الى طريق لا نهائي يجعل اليمنيين في حاله لا حرب ولا سلم، وهذا ليس في صالح اليمنيين. وبالتالي صحيح ان المبعوث الاممي ليس من مهامه الا يعني مهمه القيام ب يعني دور سلام في اليمن، لكنه تحول من اداه او من وسيط بين اليمنيين الى طرف دولي يحاول ان يفرض رؤاه الدوليه على اليمنيين بطريقه خاطئه. لكن سيد همدان، يعني في حال الان يعني كان هناك جمال بن عمر، ثم اتى اسماعيل ولد الشيخ، الان جريفيث، وهناك مطالبات بتغيير جريفيث. يتغير المبعوث الأممي أو أسماء المبعوثين الأمميين إلى اليمن، لكن الواقع في نهاية المطاف يبدو متشابها. المشكلة كما يشير كثيرون ليست في المبعوث الأممي، ما الذي سيحدث في حال تغير جريفيث؟ أخي العزيز، يعني المبعوث السابق الذي هو ولد الشيخ الذي طلب تغييره هم الحوثيين أنفسهم، لأنه كان أكثر إنصافا، وقد تحدث كثيرا عن الأطراف المعارضة بعد تركه لمهمته. الآن هناك مبعوث يحاول أن يفرض حلول ليست في صالح اليمنيين، وهذا أمر واقعي
وليس يعني وليس لان هناك حدث صغير اكثر من مره للمبعوثين السابقين فان الحق معهم في النهايه، لا، في النهايه هذا حلول خاطئه يجب ان نقف ضدها حتى لو تكرر او يعني بدلوا المبعوث الاممي 100 مره. في النهايه هذا حل خاطئ يجب ان نقف ضده ونرفضه. يعني ليست مشكله يغير المبعوث الاممي هذا لمده 20 يعني 20 مره، يعني ما يهمناش هذا الامر. المهم يجب ان يكون هناك حلول حقيقيه. انا لا اختلف معك بان هناك قصور واخطاء يعني من طرف الحكومه الشرعيه، ويعني يجب ان يتم التوقف امامها كثيرا، لكن هذا لا يعني ان نصمت نحن، يعني هذا واقع، لكن ان يتم معالجه الواقع بفرض حلول من قبل المبعوث الاممي او قبول الحلول الامميه التي من ورائها بريطانيا، هذا امر غير مقبول وغير صحيح. لا يجب ان نبرر لانفسنا او نحاول ان نشرع او نقبل يعني القبول بهذا الوقت بهذا الواقع الذي هو خاطئ ولا يجب الاستمرار فيه. اشكرك سيد همدان العلي الصحفي، نعم. كنت معنا عبر الهاتف من الرياض على هذه المداخله. اعود اليك دكتور عبد الباقي، يعني في سياق الحديث عن مساله تغيير جريفيث، ما الذي يمكن ان يحمله هذا التغيير على سياق في سياق اداره وساطه الامم المتحده للملف اليمني؟ اولا من الصعوبه بمكان يعني تغيير جريفيث، وحتى ان جاء اخر سياتي ايضا قريب من الحكومه البريطانيه وسيسير في نفس الاتجاه، بمعنى الحلول الجزئية، بقاء السلطة في الرياض وإيجاد سلطتين واقعيتين هما الحوثيين في صنعاء والحراك الجنوبي المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية، وبقاء بعض المناطق قطاعات منفصلة مارب تعز وبقية المناطق. هذا ناتج عن مدخلات إدارة السلطة الشرعية للصراع. لذلك إذا رفضوا الآن ورفضوا مقابلة جريفيث، أنت غير يعني يحتاج هذا إلى دعم جماهيري. أنت في عاصمتك لو كنت في الداخل لديك عاصمة مؤقتة تستطيع أن تتخذ قرار أقوى، وتستطيع أن تتعامل مع الحوثيين كجماعة ميليشيا بقوة السلاح. لكن أنت الآن من يحرك الأمر العسكري بالتحرك؟ الدول التحالف. من يعطي الأوامر بالتقدم تجاه صنعاء والوقوف في تخوم أو التحرك في أي منطقة يمنية لمواجهة الحوثيين؟ هم دول التحالف وليس السلطة الشرعية، يعني أنه مصادر قرارها. هذا يحتاج القرار أن تكون مسيطر في الجغرافيا، أن تكون يعني موجود في الجغرافيا اليمنية، صاحب قرار عسكري، تحدث تحول. دحين الآن التحولات كلها لصالح الحوثيين، يعني الآن أرسلوا رسائل إلى السعودية عن طريق إطلاق يعني طائرات مسيرة، هذا يعني يعطي تماسك جماهيري للمتموضعين معهم، يعطي انتصارا رمزيا أنه بعد 4 سنوات من الاحتراب نحن موجودين وما زلنا نمتلك سلاح ولم نضعف، يعطي رسالة إلى السعودية بأن هذه بعض ما ستقوم به إيران في المستقبل ونحن ذراع إيراني. يعني نحن أمام رسائل شديدة. الحوثيين أطلقوا النار على ولد الشيخ، وأطلقوا النار على المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية في على تخوم تعز، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء، هناك المحافظة عليهم. إذن أين الإصلاح يأتي؟ لا يأتي الإصلاح، قدم هذه الورقة اللي هي يعني أنت قبلت ستوكهولم، قبلت إنه وليش تقبل لقاء فوق الباخرة؟ هذا نوع من هذا اللي يؤدي إلى هذه السلوكيات. لا تقبل ولا تقبل لقاء في الحديدة، إذا يعني هذه كلها يعني لو كان في مبعوث أممي مش محايد يعني مستقل وغير محايد سيحمل المسؤولية من يعيق هذا التطبيق. لكن أن تسلم ميناء الحديدة من الميليشيات. لكن في المقابل دكتور، هل من المنطقي لمبعوث يريد أن يتواصل مع الحوثيين وأن يتواصل كذلك مع الحكومة الشرعية أن يتحدث أن هذا الطرف مخطئ في نهاية المطاف؟ هذا قد يوقف أعماله، وذلك حدث مع إسماعيل ولد الشيخ عندما كان هناك تحديد بشكل أو بآخر للطرف المعرقل بوسائل الإعلام وليس عبر التقارير، الذي كان هناك إيقاف للتعامل معه وتم تغييره. شوف، نحن الآن نتحدث على استراتيجيات وليس على لا ولد الشيخ ولا جريفيث. هناك استراتيجية دولية تعيد صياغة الجغرافيا اليمنية والهويات، وهذه السلطة يعني ارتكبت خطأ تاريخي بحقنا،
وعليها أن تعيد الحسابات، ليس مع جريفيث، عليها أن تعيد حساباتها العسكرية وحساباتها في، يعني شوف، هي جملة في حاجة اسمها مدخلات ومخرجات. هذا مخرج من مخرجات إدارتها للسلطة. يعني أنت تركت المناطق الجنوبية للإمارات تفعل ما تشاء، وظليت في السعودية بحكومتك، وقبلت أن يكون رئيس الحكومة موظف إداري، يعني حتى بتصريحه هذا خطير، ثم قبلت أن تكون تعز قطاع منفصل ولم تقدم إجابة لماذا لم تتم استعابتها حتى الآن وأنت قادر على استعابتها، ثم تم الاستيلاء على مضيق باب المندب وليس لدينا تفسير، ثم يعني كثير من ثم الجيش اليمني يتقدم إلى تخوم صنعاء ويتوقف، ثم أن تفشل في إدارة حياة المواطنين، ثم تفشل في تعبية الجماهير، تعبية المزاج الشعبي الجماهيري للحفاظ على الهوية الوطنية، في إطار أن الحوثيين يعملون على إعادة صياغة ذاكرة عقائدية تقطع مع النظام المواطنة والجمهورية، مع إنشاء نشأ جديد لا تؤمن بالجمهورية. فأنت يعني ما الذي تفعل؟ ما الذي تقوم به؟ مع تعيينات لوكلاء وموظفين يعني تعطي صورة لك أمام الجماهير بأنك لا تختلف عن النظام اللي انتفضنا عليه 2011، ثم هنالك فاسدين وهدر عام، هناك أيضا إعادة للمؤتمرين دون تفسير للمواطنين أن هذا التحول مش عيب، إنه يتم، يعني السياسة فيها تكتيكات، يعني ممكن تعيد علاقات، لكن لابد أن تقنع المواطن بهذه المصلحة. هذه السلطة موجودة في الرياض، من الرياض، وقلنا لها الآن مثلا هذه الرسالة، هل تمت دراسة الخيارات؟ لا أدري، أنا أعتقد، أنا أشك أنهم درسوا في حال الرفض وفي حال القبول كيف سيتصرفون، لأنه هو ترك أنه هنا فرصة، أنه في حال سنعطي فرصة أخيرة ونهائية. كان الرد يتحدث أنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك قال أنه يؤكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين للوفاء بالتزاماتهما التي أعلنها في السكول، وذلك بشكل متوازن للتوصل إلى حل سياسي. يعني ما الذي يشير إليه؟ الموضوع خلاص لا يحتاج إلى، يعني نحن الآن لما نكون في، قد إحنا يعني في مسافة بعيدة وليس في البداية، الأمور واضحة وجلية، هناك خلل بنيوي شديد في التعامل، هناك خطأ استراتيجي في ستوكهولم، خطأ استراتيجي قاتل في ستوكهولم. لا يمكن لي حوار مع الحوثيين جزئي، يعني الحوار هذا يتعلق، شوفهم انتهى ستوكهولم في تعز، تحركوا بالحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب بتباطؤ إماراتي، لأن هذا التباطؤ الإماراتي بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم بعد ذلك سيعطوا للحراك، للمجلس الانتقالي الجنوبي، بدحر هؤلاء الجماعة ويعطيه شرعية لسلطة واقعية جديدة، بأنه هو الذي حرر المناطق الجنوبية، وهم يعني من هذه السلطة المتخاذلة التي فشلت في الخدمات، فشلت في الدفاع عن الحدود، فشلت في إدارة الحياة اليومية. بالتالي هو الآن تحتاج أنت إلى اتفاق آخر، بعدين الاتفاق الآخر هذا سيكون طرفه المجلس الانتقالي الجنوبي وسلطة شرعية والحوثيين، لأنه الآن في معنا معارك في الحدود. بالتالي أي اتفاقية هذا يقومون بها، أي اتفاقية في ستوكهولم تعيد الانتشار، أي انسحاب من الحديدة ودون ألغام، أي يعني في أخطاء. هذه الرسالة متأخرة، أنت ليش تقبل الصعود والحوار في باخرة؟ مفهوم هذه مسألة الرسالة، لكن أنا أقصد الآن رد الأمين، يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. طبيعي أنه يجي الرد هكذا، طبيعي. ما الذي تقرأ فيه؟ هل هو موافق على ما يعني طرحه الرئيس هادي؟ هل هو محاولة إرضاء؟ هو هم الآن في أمر واقع قد تم، يعني هناك يعني بنية سياسية وبنية مفاوضات قد تمت، وبالتالي هل تكترث، يعني سؤالي، هل تكترث الأمم المتحدة بهذه الرسالة؟ لا تكترث، لأن هناك استراتيجية تديرها بريطانيا، قد يدخلون يعني يعدلون بعض التعديلات، لكن الخطأ استراتيجي، الخطأ استراتيجي. يعني أنت ما الذي سنكسبه من ميناء الحديدة دون استعابة كامل الجغرافيا اليمنية؟ ما الذي سنستفيد؟ يعني ميناء عدن ليس مع السلطة الشرعية، يعني ميناء المخا ليس مع السلطة الشرعية. إذا إحنا فصلنا اليمن عبارة عن اتفاقيات جزئية، والآن عملوا لقاء، كيف تقبل تجزئة تروح إلى عمان في حوارات مجزأة يعني وتفشل،
ثم ذهبت يعني تناقش الموانع على انفراد وتعز على انفراد وتارك المناطق الجنوبية، تارك في أخطاء لا يمكن لك أن تتعامل وأن تحافظ على المرجعيات الثلاث. اشتغل في التعبية الوطنية، في مخرجات الحوار، اشتغل في العمل على الدستور، عد للداخل. لكن الآن في خلل يا جماعة، المسألة لا تتعلق بجريفيث، في خلل عيد الآن. هم كمن يضع رأسه في الرمل. قلنا أول خطوة للإصلاح إعادة العلاقة مع دول التحالف. الآن دول التحالف تحت الضغط الدولي، الإمارات ليست تحت الضغط الدولي، الإمارات تنسق مع ما يخطط لليمن، السعودية تحت الضغط الدولي هي تنسق، لها مصالح مع الإمارات، لكن مع حادثة جمال خاشقجي، مع استنزافها ماليا، مع المواجهة مع إيران، مع مشروع القرن ستستنزف. لذلك السعودية غير جاهزة، لأنها حدودها مع العراق فيها المجال العراقي إيراني، حدودها مع اليمن بالحد الجنوبي مجال إيراني. يعني أنت كيف ستدخل معركة وأنت خاصرتك مكشوفة، وكيف ستدخل وأنت من الجهة الأخرى؟ لذلك على سلطة شرعية أن تتمسك بهذا القرار، ولكن هل لديها جماهير ستقف معها وتشكل ضغط؟ البرلمان عمل موقف وبلغ الحكومة، هل الحكومة ستلتزم؟ هل لو مارست السعودية ضغط على الرئيس سيظل بقبول؟ هي تقريبا رسالة جاءت في بعد رسالة البرلمان. أعتقد أنها فرصة للسلطة الشرعية تتنصل من ستوكهولم. طيب دعنا نناقش هذه النقطة وتداعياتها أيضا، لكن قبل ذلك أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، سيد براء شيبان الباحث من لندن. أرحب بك سيد البراء. إذن في سياق أن هناك كانت رسالة من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي تطالب ب يعني تغيير ما يفهم أنه تغيير لمارتن جريفيث، أو على الأقل تعديل طريقة تناوله للملف اليمني، وبالمقابل كان هناك رد رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة يعني يجدد الثقة بجريفيث ويؤكد على أنه سيكون أكثر توازنا في المستقبل. كيف تقرأ كل ذلك؟ سيد البراء، هناك خلل في التواصل إذا مع سيد براء شيبان، سنحاول إعادة التواصل معه. دكتور، تحدثت على أن هذه كانت فرصة جيدة للخروج أو يعني التنصل من اتفاق ستوكهولم. إذا كانوا يتحدثوا عن مخرجات عن المرجعيات الثلاث، عليهم أن يتعاملوا بالبشكش يعني مع المسألة برمتها. يعني القرار واضح للانسحاب من المدن، لا يتعاملوا مع مسائل جزئية. اثنين، أنت الآن يعني تتعامل مع حلول جزئية في جغرافية قطاع منفصل. يعني الآن أنا أحس أن يعني هذه فرصة، لأن الحوثيين أثبتوا أنهم غير جادين. هذه كانت فرصتك عندك ترفض، حتى ممكن كنت تؤخر رفض جريفيث وتأتي من بوابة أخرى، أنك ترفض الانخراط في ستوكهولم نظرا لهم أجد مشروعه. إشي يثبت للعالم، هم العالم فاهم أنه هذا مجموعة انقلابية ميليشيات غير قادين، سلموا في المرة الأولى الميناء لخفر السواحل اللي هم حوثيين، والآن سلموها بنفس الأسلوب. هذا نوع من الاستخفاف بالسلطة الشرعية والاستخفاف المجتمع الدولي. هم يعني والمجتمع الدولي يعلم أن الأزمة الإنسانية هي أزمة مصطنعة وموافق عليها. كيف تكشف للعالم أن يعني تضع خطط لعدم وجود أزمات إنسانية وتكشفها للعالم وتحرق المجتمع الدولي بهذه الخطط؟ ثم هذه فرصة لرفض اتفاق ستوكهولم، لأنه اتفاق ستوكهولم كما قلت لك سيكون سنستنزف في هذه المنطقة. المجتمع الدولي يريد أن يكون في الجغرافيا اليمنية من خلال اتفاق ستوكهولم. لابد الأمم المتحدة أن يوجد لها قوات حفظ سلام وأن تبدأ من الحديدة، وبالتالي خلقنا أمر واقع جديد. الحوثيين سلطة واقعية، والحراك الجنوبي سيتم الحوار معه كسلطة واقعية، وأضعف طرف في هذه المعادلة سلطة الرياض. نقول سلطة الرياض لأنها أحرقتنا أمام العالم أنها لم تعود إلى الجغرافيا اليمنية. طيب يعود إلينا دكتور السيد براء شيبان معنا عبر الهاتف من لندن. أجدد ترحيب بك سيد البراء. كنت سألت قبل قليل على كون أن هناك رسالة من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي تطالب أو يفهم منها على الأقل ذلك أنها تطالب بتغيير جريفيث، وبالمقابل كان هناك رد من الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيه تجديده الثقة بجريفيث
مع التزامه بتوازن أكثر في تناول المسألة اليمنية، كيف تقرأ كل ذلك؟ تحية لك وتحية للدكتور عبد الباقي ولكل الضيوف عندك. أنا أعتقد أعتبرها أسلوب دبلوماسي قبل تغيير المبعوث الأممي. عادة عندما يجدد التأكيد أو يجدد ثقته، هي نفس المرحلة التي مر بها سلف أو إسماعيل ولد الشيخ في نهاية فترته. أنا أتوقع شخصيا أنه سيعطى فرصة للاستقالة، ولا أبالغ أن هذه المرة على الأقل يبدو أن الحكومة اليمنية استطاعت أنها تدير هذا التحدي الدبلوماسي بطريقة مقتدرة جدا. ابتدأ بضغط شعبي كبير، تحول بعد ذلك إلى مطالبات مسؤولين رفيعين في الحكومة اليمنية. بدأ بعد ذلك المبعوث الأممي نفسه يشعر بالضغط المتراكم عليه. انتهى المسألة برسالة البرلمان، ويبدو أنه يومين كان المكتب المبعوث في تخبط مستمر، لم يستطع أن يرد، لم يتكلم للصحافة، لم يظهر للإعلام، حتى جاءت رسالة عبد الرب منصور هادي. أنا أعتقد يعني خلينا نعتبرها الرسالة الدبلوماسية في طلب تغيير المبعوث الأممي. هناك إشكاليات كبيرة، ولكن أنا أعتقد أن هذا الموقف يثبت لنا مرة أخرى أن عندما تكون هناك إرادة وطنية حقيقية تستطيع الحكومة اليمنية، تمتلك في أيديها قرارات أو أوراق كثيرة، وتستطيع أن تتخذ القرار المناسب. لكن رد الأمين العام عبر المتحدث باسمه سيفان دوجريك يعني قال أنه يجدد ثقته فيه، وفي نهاية المطاف وعد يعني بتوازن أكبر. يعني لا هو المبعوث الأمين العام، ما الأثر الذي أحدثته رسالة الرئيس عبد الرب منصور هذه بهذا السياق؟ الأثر كبير جدا. لو تتواصل مع كل المسؤولين الأمميين، كل الاتصالات التي إحنا معهم على طيلة الأسبوع الماضي، يشعروا بضغط كبير متراكم عليهم من الحكومة اليمنية. وبطبيعة الحال الأمين العام سيجدد ثقته حتى يسمح للمبعوث أنه يعني يخرج من المسألة بما الوجه. يعني قد يستمر شهر شهرين، ولكن المسألة واضحة أنها المسألة انتهت. وهو في الأخير إذا هناك طرف من الأطراف لا يرغب في استمراره، لا يستطيع لا الأمين العام ولا يستطيع المبعوث أن يمرر أوراقه. هناك مشكلة أعتقد عند كثير من اليمنيين، يعتقدوا دائما أننا يجب أن نكون في منطقة رد الفعل، وأننا مفعول بنا ولا نستطيع أن نتحرك، وأن المسألة أن القرارات متخذة، وكل ما علينا فعله هو أن احنا نشتكي أن هناك مؤامرة دولية. ما حدث أعتقد يثبت أنه عندما تكون هناك إرادة حقيقية من الداخل، وهذه المرة استطاعت الحكومة أن تتصرف، مثل ما عملت عندما تقدم جون كيري بمبادرته السابقة، اتخذت الحكومة اليمنية كذلك موقف يحسب لها. طيب دكتور، هل تتفق مع السيد براء شيبان فيما يتعلق بأن هذه الرسالة قوية بهذا الصدى الكبير لدى يعني الدبلوماسية وما شابه؟ يعني طبعا هو رفض طرف من الأطراف لمبعوث الأمم المتحدة، والاستمرار في الرفض سيحدث أثر. لكن حتى وإن قمنا بتغيير الممثل الأمين، أنا أعتقد أنه حتى الآن واضح الرسالة أن هنالك قطع، لكن ينبغي ألا يتم مقابلته، ألا يعني يتم خفض مستوى الرفض الشعبي والرسمي للمبعوث الأممي. ولكن عند هذه النقطة ليس هدفا وطنيا، يعني هذا جزء من الصراع، جزء من إدارة المعركة. علينا يعني استعادة رؤية كاملة وعدم التعامل. يعني كيف يمكن لك أن إذا حققت هذا الهدف، فلنقل أنه حققوا هذا الهدف، عليهم أن يضعوا، هم دافعوا عن المرجعية الثلاث، عليهم أن يعودوا من جديد وفقا لمرجعيات جديدة. هم الذين بتواطيهم وبتقاعسهم وصلوا مبعوث الأمم المتحدة إلى هذه النتيجة. بالتالي هناك خلل في هذا التعامل. ضع استراتيجية في حال الرفض،
كيف يمكن إعادة المسار إلى التوصيف الدقيق للأطراف داخل حقل الصراع؟ هل لديك يعني تعديل التفاوض؟ الهدف ليس التفاوض، التفاوض يحتاج إلى قوة عسكرية، يحتاج إلى قائد عسكري، التفاوض يحتاج إلى وجود سلطة في الداخل. الآن سلطة تابعة في الرياض، حتى وإن رفضت سنضعود لنفس المربع. وهذا ما يدفعني للتساؤل الذي أنقله إلى سيد البراء شيبان. لنفترض جدلا أنه حدث تغيير بعد هذه الضغوطات لمارتن غريفيث، ما الذي سيتغير في طريقة تعامل الحكومة الذي هو مرصود للناس وهو محل يعني جدل كبير فيما يتعلق بإدارة الملف في اليمن؟ المسألة هي ليست في ماذا ستغير، هو الاتفاقيات ستوكهولم هي اتفاقية رعاها المبعوث الأممي، كان فيها خلل كبير في طريقة التنفيذ. أعتقد على الأقل أن هذا سوف ينتهي، هذا يعطي فرصة للحكومة اليمنية، يعطي فرصة للتحالف مزيد من الوقت لإعادة ترتيب صفوفها وحسم الكثير من المعارك على الأرض. في الأخير العملية السياسية هي وسيلة، ولكن لا يجب أن تتوقف المعارك على الأرض حتى ننتظر يعني ما نسميها الإذن من المجتمع الدولي. أنا أؤكد لك أنه ما يحدث الآن كان تراكم لعوامل كثيرة. الحكومة البريطانية كانت في لحظات تواجه أزمة داخلية، أرادت أن تهرب من الأزمة الداخلية بصناعة انتصار خارجي للدبلوماسية البريطانية، مثل نفس الموقف الذي كان وقع فيه جون كيري في السابق. في الأخير عندما تبحث كل دولة عن مصلحتها أو تريد أن تبحث عن انتصار حتى ولو كان انتصار مؤقت تستطيع أن تبيعه للداخل، الحكومة اليمنية يجب أن تبحث عن مصلحتها، واليمنيون يجب أن يبحثوا عن مصالحهم. يعني فالمسألة أنا أعتقد أنها تعني أكثر باتفاقية إعادة صياغة اتفاقية ستوكهولم على أسس واضحة، إما الانسحاب أو المعركة العسكرية، وهذه هي كانت الاستراتيجية التي اتخذت حتى ديسمبر، ثم تغيرت المسألة بسبب التعاطي السيء للمبعوث الأممي. ثم أعتقد في لحظة معينة أن الظروف الدولية وخصوصا الحكومة البريطانية والأزمة التي تمر بها سوف تساعده في إحداث هذا الاختراق. وأعتقد الآن أشكرك. الحكومة البريطانية الآن تغيرت والفرصة الآن مواتية أمام الحكومة اليمنية. أشكرك سيد براء شيبان الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. بعودة أخيرة لك دكتور عبد الباقي، الآن يعني أين هم الحلفاء، حلفاء الشرعية من كل ما يحدث؟ هل يساعدوها في الضغط على الأمم المتحدة؟ الحلفاء طبعا هناك، السعودية مضغوط لديها يعني مشغولة في التحضير لوجود أمريكي في المنطقة. لن تتم هناك معركة في إيران ولن تتم هناك مواجهة مع إيران، ولكن ستكون هناك تبريرات وشرعنة الوجود الأمريكي في المنطقة لفترة طويلة، والتمهيد لصفقة القرن ناتج عن أن إيران هي الخطر الأساسي. الإمارات تلعب بالتنسيق مع غريفيث مع بريطانيا، لأن ما يقوم به المبعوث الأممي الحالي هو المشروع البريطاني الإماراتي الذي يؤسس إلى فصل الشمال على الجنوب وإلى إيجاد سلطة شرعية أخرى. أنا أنبه، أنا تحدثت قبل فترة تقريبا وقلنا أن اتفاق ستوكهولم اتفاق يخص الجمهورية العربية، وأنا أكرر هذا الكلام. والآن تلاحظ الرئيس قال لنا وإطالة أمد الصراع في حدة عبر تجزئات الاتفاق، لأنه سيدخل معك كان غريفيث في حوارات مفتوحة تخص فقط من الحدة لست أشهر سبعة أشهر سنة، ولا حديث عن بقية المناطق. سندخل في الأسرى، لم يتم حتى الملف تحرك، ملف تعز سيتأخر. هذا سيعطي فرصة للإمارات بمزيد من إضعاف السلطة، مزيد من تلاحظ الآن في هناك تصريحات لعيدة روس بالتحرك تجاه الحضرموت، هناك أيضا إفشال السلطة الشرعية في إدارة الحياة اليومية. بالتالي هذا الزمن اللي سنخسره في هذه المنطقة. المزاج الشعبي في الجنوب مزاج يحتاج إلى دولة، يعني هناك استعداد لاستقبال دولة. الإمارات لن تعطي السلطة الشرعية فرصة لاستيعاب الدولة، وهذا سيضعف السلطة الشرعية. والإمارات لم يلزم مصلحتها أيضا من مصلحتها الحفاظ على الحوثيين حتى لو كان هناك ضرر على السعودية، لأنها تريد بقاء الحوثيين
والحوثيين لهم أطماع في المناطق الشمالية وينسقون بهذا التكتيكات يعني. وقد وأطمع أقول لأبناء الجنوب لا تثقوا بهذا، وقد أيضا يحاولون اتهام الجغرافيا كامل في إطار غياب الدولة، ولكن المجتمع الدولي لن يسمح، لكن في إطار الصراع مع إيران ربما تحدث. إذن هنا تجزئة، أصبحنا نتحدث عن تجزئة ستوكهولم اللي هي أصلا كارثة. لذلك أعتقد أن إعادة ترتيب أوراقنا لا تتم فقط عليها البناء على هذا العنصر، البناء يتم بوضع استراتيجية تفاوض تقوم على المرجعية الثلاث ولا تتعامل بتجزئة، وبالتالي هناك الانسحاب من مدن تسليم السلاح، الضغط على الحوثيين. أنت الآن تريح الحوثيين، تحدثهم عن ميناء الحديدة، يعني أنت تتحدث عن جماعة عملية انقلابية استولت على المال العام، انتهاكات، أسرى ومختفين، وأنت تحاورهم على ميناء. لا تدخل معهم بهذا، تريحهم، تعطيهم حوار بسيط، ادخل معهم في التفاوض الكلي وفقا أنت كسلطة شرعية، ثم عيد ترتيب. لا يمكن لنا أن ننتصر في هذه المعركة إذا لم نعيد ترتيب علاقتنا بدول التحالف وتحديدا مع الإمارات العربية المتحدة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري.